احد الافكار الاساسيه بالكنترول بشكل عام هي الفرق ما بين ما من اللي بنسميه سيرفو ميكانيزم وريجوليترز. وهذا حتى هو اختلاف كمان اساسي بين معظم الكيميكال بروسيسز. معظم غالبيه الكيميكال بروسيسز هي ريجوليترز، وغالبيه الميكانيكال سيستمز والميكاترونيك سيستمز هي سيرفوس. طبعا مش معناها انه هذا ما بيقدر يشتغل كريجوليتر وهذا ما بيقدر يشتغل كسيرفو، بس بشكل عام الهدف الرئيسي لمعظم الكيميكال بروسيسز انهم يشتغلوا كريجوليتر. اذا احنا طلعنا نحط الكومبوننتس الاساسيه لاي كنترول سيستم، نسمي هون البلانت، وعادة عندنا اكتويتر. خلينا اوسع هاي البلانت اللي احنا بدنا نتحكم فيها، سواء كانت كيميكال بروسيس، فلويديك، ميكانيكال، الكتريكال، ثيرمال. اي بلانت عمال نتحكم فيها نطلع لها ترانسفير فانكشن. هون راح نحطها بشكل سنجل انبوت سنجل اوتبوت، لكن مكانها تكون مالتيبل انبوت مالتيبل اوتبوت. وهون عندي ترانسفير فانكشن ممكن تكون مثلا جي اوف اس، وممكن تكون اي بي سي دي اذا كانها ستيت سبيس موديل. عادة عندنا اكتويتر، وكمان هذا له ترانسفير فانكشن، وعندنا كنترولر ممكن يكون سي اوف اس، وهاي عندنا حكينا عنها المانيبيليتد فيريبل يو اوف تي او يو اوف اس، بنسمي هذه داش. عندي هون عندي اكتويتر، بغض النظر شو الاكتويتر او ايش حسب الابلكيشن اللي موجوده من هون، نحط عندنا كنترولر. هلا رح تلاحظوا بلغه البروسيس كنترول بيستعملوا تعبير اسمه ترانسميتر. احنا هون ايش كنا نسميها؟ سنسر او ترانسديوسر. هي نفس الشيء بس بتعبير البروسيس كنترول بيستعملوا ترانسميتر. عاده الترانسميتر، التعريف للترانسميتر هي عبارة عن سنسر زائد سيجنال بروسيسنج إليمنت زائد سيجنال كونديشنينج إليمنت. لما أدمجهم هدول كلهم مع بعض هذه بتكون إشارة جاهزة تطلع، هي نوع من أنواع الترانسدوسر، ترانسميتر جاهزة بتطلع بفولتج جاهز. فمعظم كتب البروسيس كنترول بيستعملوا تعبير ترانسميتر بدال سنسر أو ترانسدوسر، بس كلغة. يعني لو رحت على مصنع، لو رحت على بروسيس كنترول أويل أند جاس أو شيء، ما راح يستعمل تعبير سنسر، عادة بيستعملوا تعبير ترانسميتر. ترانسميتر مش معناها جهاز بث اتصالات، ترانسميتر هي السنسر او الترانسدوسر. كمان بلغة البروسيس كنترول هاي بنسميها سيت بوينت. ايش كنا نسميها احنا بلغتنا احنا؟ ريفرنس او ديزاير. احنا بنسميها ريفرنس او ديزاير فاليو. بلغة البروسيس كنترول تسمى سيت بوينت اس بي. طبعا لازم عندي كنترولر، الكنترولر راح تحقق لي، راح تحقق الكنترول اوبجيكتيف اللي احنا حاطينه، مش هيك؟ اللي هو اليوزر ريكوايرمنت. مش عندي يوزر ريكوايرمنت؟ اي ديزاين من هون بده يحقق يوزر ريكوايرمنت، اليوزر ريكوايرمنت بده يحققها الكنترولر اللي موجود هون، الكنترولر احنا حطيناه. الاكتويتر بس هي وسيله حتى احول من الكتريكال سيجنال هون الى فيزيكال سيجنال هون، ولذلك انا حطيت يو 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 يو، هي نفس السيجنال بس محول الى تورك لنيوتنز للنيوتن متر الى اخره، حسب ايش الاكتويتنج سيجنال اللي احنا بدنا اياها اللي بدها تدخل على البلانت. كمان بلغه البروسيس كنترول هذا بنسميه ام في مانيبيوليتد فيريبل، هو الفيريبل اللي انا بقدر اتحكم فيه عشان احقق الشرط اللي بدي اياه او التغير اللي بدي اياه في البلانت. هذا هون اسمه مانيبيوليتد فيريبل، وهذا
اسمه controlled variable اللي احنا بنسميه بلغتنا الاكتوال. سموه سي في ام في manipulated variable. اذا انا بعمل manipulation لهذا الفيريبل عشان اتحكم بالcontrolled variable اللي موجود هون حتى اوصله يصير مساوي للست بوينت. هذا احنا بنسميه reference. بالبروست كنترول بسموه set point. هذا اسمه controlled variable اللي احنا بنسميه الاكتوال فاليو. طبعا مش شرط يكون سنجل انبوت سنجل اوتبوت. راح تشوفوه في البروسيس كنترول في عدد هائل جدا من هاي اللوبس في بلانت. يعني ممكن ادخل على عمليه بلمره او شيء في عمالي بقيس تمبريتشر وبريشر وفلو بنفس الوقت. 300-400 لوب ممكن تكون في بلانت معقده. عدد هائل جدا من اللوبس هدول بدي اتحكم في هدول اللوبس كلهم بنفس الوقت. عندي set point controlled variable manipulated variable. بشكل عام عندي السيرفو. السيرفو ميكانيزم بصير في تغير في set point حتى اوصل للفالي معين. فبطلب انا قيمه معينه بعدين فجاه بغيرها لقيمه ثانيه. فهذا هون عمالي بشتغل كسيرفو. السيرفو معناها هذا الفيريبل بده يحاول يتبع الفيريبل اللي موجود هون. وهذا الفيريبل بضل يتغير باستمرار. زي ما يكون عندي مثلا بدي زاويه معينه مثلا بلاتفورم، والبلاتفورم هاي بدي اياها تلف بزاويه معينه تنتقل من زاويه 45 لزاويه 75 درجه. عم بعطيها ستيب فانكشن بتنتقل ما بين اثنين. هذا بنسميه سيرفو ميكانيزم. السيرفو ميكانيزم عاده بيكون المتغير السيرفو ميكانيزم بيحاول يغير يلحق يتبع التغيرات اللي بتصير في السيت بوينت. راح احط هون انا شكل ستيب فانكشن. ايوه في عم باله بصير في تغيرات مستمره بالسيت بوينت. فانا بدي الاوتبوت فيريبل يتبع هاي التغيرات باستمرار. هذا عاده خاصيه السيرفو ميكانيزم. مش معناها انه اذا صار في ديستربنس ما بيقدر يتغلب عليها، لكن الهدف الاساسي من السيرفو ميكانيزم انه يتبع التغيرات اللي عمالها بتصير. الريجوليتر هون عادة الريجوليتر يوجوالي سيت بوينت كونستانت. يعني عندي تفاعل معين، التفاعل هذا بدي اياه يضل على درجة حرارة 85 بغض النظر عن التغيرات اللي بتصير. شو انواع الديستربنسز اللي ممكن تأثر علي؟ عادة رح يصير في عندي ديستربنس. مثلا ممكن يصير في ديستربنس values معينة، تغير مثلا بالفيد بالكمية اللي داخلة بالظروف الخارجية. حتى ممكن يصير في عندي disturbance في الموديل نفسه. كل هاي disturbances بحاول الريجوليتر يتغلب عليها. بشكل عام الريجوليتر مطبق في البروسيس اندستريز، والسيرفو ميكانيزم مطبق اكثر في الموشن سيستمز. زي عندنا سيارة مثلا، عندك سيارة بدك اياها تحقق سرعة معينة بدنا اياها تنتقل من سرعة لسرعة ثانية. عادة السيت بوينت عندي هون عماله بتغير باستمرار. هون عادة السيت بوينت كونستنت وعمالي بتغلب على اثر الديستربنسز اللي عمالها بتصير.